حق طارق. كنت مع تحصد في البلد انت؟ طبعا في البلد كنت تحشهم الاول وبعد كده تربطهم. حصدوا بالرباطة. هو شغل هنا اوتوماتيك، ما فيش حاجة اسمها هي ولا تحصدهم انت بايدك ولا هي تحصدهم وتربطهم لك. وشايف بسم الله ما شاء الله مربطهم لك الربطة تمام ومزبوطين كأنهم مسطرة متقسمين في الميزان يعني. لا لا، وسعر برضه مش غالي، خلي بالك يعني السعر هنا برضه مش غالي. يعني الفدان ما يتكلف كم حق طارق بالتربط بتاعه بالفتله بتاعته كله؟ بالضباره بتاعته بكل حاجته. لا لا بسم الله ما شاء الله وربنا يتمم على خير ان شاء الله. برضه يوم الدراس كده برضه هت ان شاء الله يا حق طارق.